متابع قناة هل تعلم الأعزاء، سلام الله عليكم. سنسلط اليوم الضوء على بعض الاختراعات التي لا توجد إلا في بلد اليابان. عاشراً، سنبدأ القائمة باختراع جد بسيط ولكنه مهم للغاية، يستعمل في اليابان منذ زمن. مغسل مثبت فوق مرحاض. لا أحد منا متعود على شيء مثل هذا، ولكن لهذا الابتكار العديد من الفوائد. نعلم أن المنازل اليابانية صغيرة الحجم، لذلك من الطبيعي أن يكون الحمام صغيرا كذلك، حيث يمكن تركيب هذا الابتكار على مساحة لا تتجاوز المتر مربع، كما أنه يتميز ببساطة الاستعمال، إذ عند انتهائك من قضاء حاجتك يكفي أن تلتف جهة المغسل لتطهير يديك بماء الصنبور الذي ينزل مباشرة في المرحاض ويعمل على تنظيفه. بهذا الشكل نكون قد قلصنا كذلك من استهلاك المياه. أليس هذا الابتكار رائعا؟ ننتقل من اختراع رائع لآخر أروع يمكن أن ينتشر قريبا في باقي دول العالم. إنه ميكروفون الكارايوكي الصامت. من العادات الاجتماعية لليابانيين استعمال الكارايوكي للترفيه، ولتفادي إزعاج الجيران اخترعوا ميكروفون سايلنت كاراوكي ميوت مايكروفون الذي يعمل على تسجيل صوتك بصمت. أعلم أن الأمر يبدو غريبا، لكن الأمر الأكثر غرابة في هذا الاختراع توفره بعدة إصدارات، منها ما يعمل بواسطة البلوتوث أو بالاتصال المباشر وغيرها. يتراوح ثمن هذا الجهاز بين 50 و70 دولارا. إلى اختراع آخر. نعلم أن الكثير من المؤسسات في اليابان تستعمل الإنسان الآلي أو الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، لدرجة أن بعضها تستخدم الروبوتات فقط ليقال إن هذه المؤسسات لديها روبوتا. يمكن الإشارة إلى أن التنوع في أشكال ووظائف الروبوتات يعتبر أمرا مثيرا للقلق. في الفيديو الموالي سنتعمق قليلا في الثقافة اليابانية. من الشائع استخدام المبشرة لفرم الجبن في العالم الغربي، وذلك من أجل استخدامه في تحضير العديد من الوجبات، في حين اكتسبت المبشرة شعبية كبيرة في اليابان لاستخدامها في بشر الزبدة. لا أدري إن سبق لك أن أخرجت الزبدة من الثلاجة على هيئة قطعة إسمنت، سيكون من المستحيل دهنها فوق قطعة خبز، ولو أن الزبدة تلين بسرعة بمجرد تعرضها لحرارة الغرفة. وهذا هو السبب الرئيسي لاختراع اليابانيين لهذه الأداة التي أطلقوا عليها اسم إيزي باتر، والتي يقدر ثمنها بحوالي 23 دولارا. ننتقل لاختراع آخر يمكن اعتباره مهما أيضا، وهي العلب المعدنية المتضمنة بجزئها العلوي لطريقة برايل للمكفوفين، وهي طريقة تسهل على الأشخاص المكفوفين معرفة ما يشربونه أو ما يتناولونه. ما يبعث على الغرابة هو أن هذا الاختراع لم ينتشر في باقي دول العالم، ربما لأن اليابانيين يستخدمون طريقة برايل اليابانية، كما أن هذه العلب المعدنية تتضمن انتفاخا بسيطا على جزئها العلوي يجعل فتحها أمرا أكثر سهولة. إلى الفكرة الموالية. تروج مؤخرا العديد من الأخبار على الوسائل السمعية البصرية حول ممرات الراجلين المنحرفة الشهيرة التي توجد في المدن المكتظة وخاصة في اليابان، كالممر الشهير تشيبويا. تبدو غريبة في بادئ الأمر، لكنها تسمح بتدفق مهم للراجلين. عند توقف المرور في جميع الاتجاهات لبضع ثوان، يمكن لعدد هائل من الراجلين العبور بسلاسة مستخدمين هذه الممرات. كل هذا يبدو رائعا لحد الآن، باستثناء تزامن مرور الراجلين مع سائق متهور لم يحترم الإشارة الضوئية. وغير بعيد عن مضمون الفيديو السابق، سنرى شيئا ليس بجديد أو مبتكر، الإشارات الضوئية الخاصة بالدراجات الهوائية. نعلم أن الشعب الياباني يستخدم الدراجات الهوائية بكثرة، وبالتالي الممرات الخاصة بها. إنها منتشرة لدرجة أنهم يتقاسمون في بعض الأحيان الرصيف مع الراجلين، خصوصا أن بعض أزقة هذا البلد ضيقة لدرجة أنها لا تكفي لمرور شخص راجل بجانب دراجة هوائية. رغم البنية الطرقية المعقدة بهذا البلد، إلا أن تواجد الإشارات الضوئية الخاصة بالدراجات الهوائية أمر منطقي، مما يجعل تفادي الاصطدام أمرا سهلا. أضف إلى معلوماتك كذلك أن البلاط الأصفر على الأرض ذي النقاط البارزة يعتبر كمرشد للأشخاص المكفوفين، وهو متواجد على طول كل الأرصفة المحاذية لقارعة الطريق.
عندما ذكرنا بأنه يتم استعمال الدراجات الهوائية بكثرة، فإنه ليس من الغريب وجود عدد خيالي من مواقف الدراجات بمختلف الأماكن. وليس هذا فقط، إذ من الصعب إيجاد حيز لركن دراجتك، كما لا يمكن تركها في أي مكان، لأن ذلك سيكلفك دفع غرامة مالية. رغم مجانية أغلب مواقف الدراجات، إلا أنه يصعب إيجاد مكان شاغر لإيقاف دراجتك. في هذه الحالة يمكنك دفع مبلغ بسيط مقابل الحصول على مكان داخل هذا المرآب المتطور. عصي الأكل يوكي هوشي ستيك. هذا الاختراع الذي يبدو من النظرة الأولى بدون معنى، لكن هذه البساطة التي يبدو عليها تدل على أن مجرد تعديل بسيط يمكنه تحسين شكله الأساسي، حيث إن التصميم البسيط والراقي والعملي الذي وضعته ميكيا كاباياتشي يسمح لمقدمة العصي بعدم ملامسة سطح الطاولة. بهذه الطريقة تحافظ على نظافة طاولتك، وتضمن أن الشيء الوحيد الذي يلامس العصي هو الطعام الذي تتناوله. ننهي قائمتنا بشيء مميز داخل القطارات، إنه سبا، مركز صحي يقدم كل ما يخص الصحة والجمال مثل جميع أنواع المساجات. فلقد أعلنت شركة جابان رويال آي إس سنة 2014 عن إطلاقها لأول قطار فائق السرعة يوفر على متنه خدمة سبا. يتوفر هذا القطار على حوضين لإرخاء الأقدام، طول كل منها أكثر من 2.5 متر، ويتسع لأربعة أشخاص. المثير في ذلك أن جميع الركاب من حقهم الاستمتاع ب 15 دقيقة من الرفاهية في حوض المياه المعدنية، وهو متأمل في المناظر الطبيعية. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.